ديسبيسمنت فيكتور ديت لك النقطه اللي تحت لما انا بعمل دايفرام بلف قلب بتتحرك دي فيكس هنا عندي زيرو يا جماعه هي بتطبق زيرو وزيرو وزيرو. طب هل بقى الموز فوق اتحركت في اكس؟ اه اللي هي كام؟ يو اكس دي بوزيتيف او نيجاتيف على حسب. هل اتحركت في واي؟ ايه هتسير فيها؟ هتسير فين؟ مفيش حل. هل اتحركت في واي؟ اه. هل اتحركت في زد؟ لا مفيش اي حركه في زد، احنا بنلف في البلاد بس. صح ولا غلط؟ طب وبعدين؟ ماتريكس تفضل الثلاثه ديت في الفيكتور هو ده. هنجيب كام مجموعه فورسز؟ احنا مهتمين بدول بس. اضرب باجي اهو في ده بس ما تضربش السنتر سنتر كلها هتيجي نعيش في حاجه. وهديك هنا فورس ايه الفورس ديت؟ اف اكس واف واي واف زد. صح ولا غلط؟ تاني يا جماعه اللي اجيبك جينا ازاي؟ قلنا يا جماعه احنا عندنا هنلف فالنقطه هتتحرك حركه اكس وحركه في واي ففي فورسز طبيعي انا عندي لينك ميمبر شديته هيتولد فيه فورسز اجيبها ازاي؟ قلت لك اسهل طريق في اكثر من طريق اسهل طريق كيف ده؟ الكيلو عشان الطريق دي جبتها والدلتا دي هتكسبها من البلان بسهوله جدا. كيف دلتا جبت الفورس اف اكس اف واي اف زد يبقى معنى كده ان انا لما اتحرك كده هيتولد عندي الاكس عباره عن ايه بقى؟ معلش دي بقى مهمه جدا هيتولد عندي العمود ناقص الاي على الاقل بقى 3 يو اكس زائد مين؟ ولما اتحرك في واي هنلاقي ده اتحرك كده اهو 12 في اي هنقلب على 3 بتاعت العمود زائد مين؟ في واي بتاعت اللينك مين؟ بتاعت معايا. فتلاقي نفسك لما تيجي تشد النقطه دي في ستيبلس بتاعت العمود اللي انت عارفها من الاسبوع اللي فات والستيبلس بتاعت اللينك مين اللي انت عرفتها من ربع ساعه. نجمعهم على بعض. طب السؤال لما يجي بقى ضمن طريق الماستر جوينت لازم بقى تاخد دور معاك. هتلاقي اللينك ممبر ظهر عندك لحد دلوقتي في ثلاث حاجات. او يعني هنا خلاص خلصنا دي. ظهر بعد كده في مين؟ ظهر هنا اهو كده اهو. اس 1 3 دي اخر حاجه. وظهر هنا اهو اس 2 3 دي اخر حاجه. والفورسز دي لما اعمل لها مومنت اباوت الماستر جوينت بتاعتي ايا كان مكانها ان انا لفيت حواليها هيبقى كبير. استنى ثلاثة. مش استنى ثلاثة. هتلاقي العمود الثاني بتاعك ده عندك هنا الباب دي اتغيرت، الباب دي اتغيرت، الباب دي كمان اتغيرت. طيب السؤال بقى السؤال اللي ممكن موظفه مش واخد باله منه. لأول مرة عكس الكلام اللي بقى او جديد على الكلام اللي الاسبوع اللي فات. انا هنا عندي ايه؟ اف سي مش هتلاقيها بصفر. اغلب الظن لو في يعني اكس ودلتا واي هتلاقيها دي برقم. منطقي انا عندي لينك ميمبر فيه فورس. الفورس دي ليها كومبوننت اكس واي وزد. الريزلت بتاعتها هي اللي جوه اللينك. بس انا عندي اكس وواي وزد. طب اف زد دي تظهر فين؟ الماتريكس بتاعتي. برافو عليك، مين بيقول انت ولا الورق؟ انا قلت انت برافو عليك، تظهر في ايه يا جماعه؟ في الست دي تظهر في اس 3 6 او اس 3 الفيرتيكال ده بتاع العمود مع نفسه سواء كان 6 ولا 9 ولا 500. انا خلصت، حد عنده سؤال يسال. انا اتوقع يكون سالناه.